مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع من قناة ليبيا لكل الأحرار. هي تشهد اقتتالا بين فترة وأخرى لا يلبث أن توقفه مصالحة حتى يندلع من جديد. فما الذي تشكوه واحتنا؟ ولماذا يتقاتل أهلها؟ ألم تسكنوها قبل عشرات السنين؟ ألم تتشاركوا ماءها ورمالها وشمسها ورطبها منذ أمد؟ ألم تتزوجوا من بعض؟ أما اختلطت دماؤكم وأحياؤكم، بل وحتى أحلامكم؟ فما الذي جرى وما الذي يجري؟ ومن يؤجج النيران بينكم؟ لماذا مواثيق الصلح لم تنهي اقتتالكم؟ ألا يحز في نفوسكم نزيف الدم؟ أهكذا تهدرون دماءكم رخيصة؟ روبرتاج. صفا وان شاء الله ما الله اكبر الله اكبر تقعدوا خذوا جوا شوية ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اكبر وعندنا عيال وعندنا هواشمنا زي ما طلعت عليه في الحي بدا التهميج من قبل النظام السابق والعان نحن قلنا النظام تغير وإن شاء الله الوضع يتحسن من اليوم للآخر. حدود الليبي خط أحمر، أرض الليبي خط أحمر، سواء من نصارى سواء من أفارقة سواء من أي جهة، نحن مستعدين له. جادي ارقد كويس ارقد كويس ارقد كويس ارقد كويس جاي يدق فيا الناس ها ها وين الحجابات جاي يدق في الناس ها جنسيتك جادي قرعاني جادي قرعاني تشتغل مع من يا سعد؟ عيسى عبد المجيد يجب ان نفهم ان العمليه اللي صارت تو في الكفرة ما هيش بين تو وتو وزويه ولا بين تو واي قبيله اخرى ولا بين قبائل يعني اولا العمليه هذه فيه ناس مندسين يبوا فتنه بدليل ان نحن تو وزويه ومجابره واخوان وتواتي وكلنا مقمزين مع بعضنا في الجلسه الطيبه لكن في ناس مندسين يبوا يفتنوا باسباب معينه ما نش عارف اذا كان طابور خامس والا ناس ما مش معروفه يعني الكبار اللي هم حملوا السلاح حارب الطاغية لازم يصبوا في هالفترة هذا لازم يصبوا ويحموا البلاد لازم يجتمعوا ويكونوا في مكان واحد ونستضيف في الحصاد مشاهدينا جمعة مالي عضو في لجنة أزمة الكفرة عن قبيلة تبو وأيضا العميد رمضان البرعصي الحاكم العسكري لمناطق الجنوب وينضم إلينا لاحقا في الحلقة دكتور علي البحباح رئيس لجنة الأزمة بالكفرة والدكتور غيث الفاخري نائب مفتي ليبيا
وأيضا سوف ينضم إلينا رئيس البعثة الليبية الإنسانية في الكفرة والتي كانت تشرف على وقف إطلاق النار وكانت تمد الواحة وأهل الواحة بالمساعدات الإنسانية. فقط أشير أنه قبل الهواء بساعات طويلة في هذا اليوم اتصلت بالسيد محمد سليمان شقلوف عضو لجنة أزمة الكفرة عن قبيلة الزوية، تحدثت معه مطولا، شرحت له طبيعة هذه الحلقة وكيف من خلالها أحاول وتحاول قناة ليبيا الأحرار أن تقترب من الذي يجري في الكفرة وأن نحاول أن نقدم حلولا وعلاجا لحل المشكلة الحاصلة ووقف نزف الدماء. تشجع لكن الآن يعني هاتفه مقفل، لم يكن اتفاقنا هكذا يا سيد شقلوف. عموما نبدأ النقاش مع جمعة مالي عضو لجنة أزمة الكفر عن قبيلة التبو. أرحب بك سيد مالي. أهلا وسهلا سيد مالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الذي يجري في الكفرة من تداعيات أمنية واقتتال بين فترة وأخرى يؤدي إلى سقوط ضحايا من هنا وهناك من سكان الكفرة، هل هو مجرد خلافات قبلية أم أن الأمر أكبر من ذلك؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا سمعت إلى المقدمة الريبورتاج بتاعك، أنت قلت حقا وما بالحق من الرياض، العلاقات التاريخية بين القبيلتين يعلم بها كل مطلع على تاريخ هذه الواحة الضريدة، الواحة الجميلة التي عاش فيها أجدادنا واحتضنوا دماءهم وتصاهروا وعاشوا على الفطرة السليمة وجمعتهم العقيدة الدينية والعقيدة الوطنية والعيش المشترك والمصالح والمنافع المتبادلة، ثم أيضا امتزجوا بالمساهرة وأصبح الواحد منهم هنا مخول وهنا عموما. نحن أمة واحدة، نحن ديننا قد جمعنا، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيضا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم لآدم وآدم من تراب. أيضا نحن من التراب خلقنا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أيضا رسولنا يقول: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. حقا هذه الحقائق تجيش في صدورنا وفي أفئدتنا، قلوبنا مليئة بالإيمان، ولكن مشيئة الله قد شاء الله سبحانه وتعالى أن تحصل ما حصل. سيد مالي، سيد مالي عذرا، سيد مالي أولا بوركت على هذه الافتتاحية. نعم. سيد مالي أقول لك بوركت على هذه الافتتاحية، هذا فعلا ما نحتاجه، هذه هي اللغة التي لابد أن تسود في الكفرة حتى ينتهي القتال فيها بين أطراف متنازعة. لكن هذه القلوب الملأة بالإيمان، السؤال لغة العقل ولغة المنطق ولغة الفطرة ولغة الدين. نعم. ولغة الوطن. لكن هذه القلوب الملأة بالإيمان كما وصفتها، ما الذي قساها؟ ما الذي غلظها على بعضها البعض حتى باتت تشهر السلاح وتسفك الدماء من ذات القبيلة، من ذات الواحة اليوم؟ ما الذي حصل بينكم؟ يذل من يشاء ويهدي من يشاء، رب العزة تبارك وتعالى. أبناؤنا كانوا يقاتلون النظام وكتائب النظام صفا واحدا، كتفا بكتف،
دماؤهم مختلطة كما اختلط دماء أجدادنا في الكفرة المجاهدة، الكفرة المدينة المجاهدة الطاهرة النقية. الواحة الضريبة التي تتوق إلى نفوسنا وأفئدتنا تنفطر عندما نسمع بأن أخا قد قتل أخاه، عندما يتصل المسلمان كلاهما في النار. أي عمل هذا وأي منكر هذا وأي عقيدة هذه التي تمج بثلاثات أكبادنا إلى هاوية النار؟ طيب لندخل الدنيا وعذاب في الآخرة. سيد مالي، سيد مالي، لندخل إلى وتحتاج إلى كل قطرة دم منها ومن شبابنا. سيد مالي، لندخل إلى صلب الموضوع. قدرة سيد مالي، سيد مالي، المشكلة يعني مثلا نحن نحب القتال، العقلاء لا يحبون القتال، كلنا لا نحب القتال ولا نحب الاقتتال، نحن مسلمون، نحن أمة واحدة. ولكن هناك لا شك ما أظلهم الله الضالين والسفهاء أو الذين يجرون ويذهبون وراء المصالح المادية. بداية المشكلة هي بداية كانت بداية منطلقة من مصالح هذه سنة الله في الخلق. كون مثلا في قتال، في مشاكل بين قبيلتين تحصل، بين جماعات تحصل في الكون كله، ولكن يحتكمون إلى العقل ثم يعودون إلى الحياة الطبيعية. هذا في السابق. هل تقصد أن يعني سيد مالي فقط، سيد مالي عذرا سيد مالي، دعني يعني أوقفك بين فترة وأخرى حتى نفهم من خلالك، لأننا نحن المشاهدون، نحن الليبيين الذين نسكن خارج الكفرة يعني في ليبيا، لا نفهم بالضبط ما الذي يجري. تقول بأن هذه المشاكل، هذه الخلافات كانت تحصل بسبب يعني مصالح البعض التي تتضارب مع مصالح البعض الآخر. هل هذه الخلافات كانت تحدث في السابق؟ في السابق يعني الصحيح، أم حدثت الآن بعد الثورة هذه المصالح المتضاربة؟ الحقيقة في الفترات الماضية أيضا تحصل أحيانا قتال بين الأخوة، وحتى داخل البيت الواحد يحصل في الماضي، هذا شيء طبيعي، وما كانش فيه هذا كلمة فيه سلاح بيد الناس، يعني قتال عادي، واحد يضرب أخوه، واحد يضرب موسى، يضرب كذا بآلة أخرى، قد يموت شخص وقد طيب. لا يموت. هذه المشاكل الشخصية دعنا منها. كان في مشاكل أيضا من قبل. طيب سيد مالي، هذه المشاكل الشخصية يعني دعنا منها. سيد مالي، هذه المشاكل يعني هذا العراك الشخصي الذي قد يتطور بحمل شخص ما سلاحا بالصدفة ويضرب به الآخر ويؤدي إلى مقتله، يعني هذه أمور دعنا منها. حدثني عن المشاكل التي حصلت مع الثورة وبعدها، ثورة فبراير، يعني اشتباكات واقتتال، يعني ضحايا يسقطون من التبو، من الزوية، وحتى من قبائل أخرى من أهل واحة الكفرة. حدثني عن أساس هذه المشكلة. أساس المشكلة أنا قلت لك من البداية تعارض مصالح. مصالح على ماذا؟ يعني ما الذي يوجد، ما الذي يوجد في الكفرة حتى تتضارب المصالح بشأنها ويتقاتل الناس؟ تتحدث عن الأسباب، عن الأسباب، الأسباب قلت لك مصالح مادية فقط. ما الذي يعني تقصده بالمصالح سيد مالي عذرا؟ سيد مالي، سيد مالي، سيد مالي عذرا، ما الذي تقصده؟ إلى صراع قبلي، انتقل منها إلى صراع قبلي. سيد مالي تسمعني. الكفرة حتى في منطقة حدودية نائية، وطبعا فيها كل الجاليات من حتى من دول أخرى يعني، ودول مجاورة. لأن طبيعة الحالية منطقة حدودية، ولكن لما صار الاغتيال هذا، طبعا الناس الرماية العشوائية والأسلحة الثقيلة استخدمت بشكل فظيع، وأدى إلى موت هنا وهناك، وكل سكان الكفرة سواء كان من أهلها أو من غير أهلها، سواء كان قبيلة تبو أو قبيلة الزنة أو القبائل الأخرى اللي فيها شرائح الاجتماعيه الاخرى، كلهم اصيبوا بهذه المصيبه، اصيبوا بهذه المصيبه، ما فيش واحد منال نصيبه من هذه المصيبه الكبيره. سيد مالي، يعني موت هنا وهناك وما ما تعرفش، لان الاسلحه الناس قاعده ترمي رمايه عشوائيه استخدمت فيها اسلحه ثقيله. سيد مالي، سيد مالي عذرا، سيد مالي، الاسلحه يا سيد مالي، سيد مالي
سيد مالي عذرا سيد مالي امر منكر فظيع 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 للغايه. طيب سيد مالي عذرا، الاسلحه الثقيله والمتوسطه وحتى الخفيفه لا توجد فقط في الكفر وانما في كل ليبيا، لكن ما تشهده الكفرة هو غير مسبوق، اقتتال يعني من اطراف معروفه يتجدد كل مره رغم الصلح والهدنه الحاصله بعد كل اشتباك وضحايا. فقط انت تشير الى مساله المصالح التي جعلت هؤلاء يتقاتلون بينهم، يعني ما هذه المصالح؟ هذا هو سؤالي، ما هذه المصالح التي تجعل الناس في الكفرة يتخاصمون ومن ثم يتقاتلون ولا يتوقف قتالهم كل مرة؟ ما هذه المصالح؟ المناطق الحدودية طبعا مناطق فيها التهريب، فيها المخدرات، فيها الخمور، بيهربوا من الدول المجاورة للاتجار فيها والهجرة غير الشرعية، والأمور هذه كلها موجودة، الواحد ما ينكرهاش. هو أيضا تهريب السلع، وهذه كلها في الحدود سواء في الغرب أو في الشرق أو في الجنوب. وهذه هي المصالح اللي تخلي الناس تتكالب عليها. المادة اللي هم الناس اللي هم عبرة الدينار والدرهم. عبرة الدينار والدرهم، واللي عندهم حياة الإنسان رخيصة، واللي عندهم الوطن رخيص أيضا، إيمانهم بالوطن رخيص، بطونهم أوطانهم، هم السبب في هذه المأساة. يعني هل قتل الجميع، يعني كل من نعرف أسماءهم ومن لا نعرف، هل قتلوا من أجل هذه الدراهم والدنانير، هذه المصالح التي تتحدث عنها؟ نأتي توجيه لما أنت طبعا أنت المجتمع القبلي، لأن يطلهم ولد ابن من القبيلة فيان هذو، وعلشان الأخذ بطار هذا الموروث القديم المتأصل في نفوس الناس واللي ما بيقدروش يتخلصوا منها. احنا ثقافتنا الإسلامية بيقول القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، أن كونك أنك تكتب على الهوية، على اللون، والله على أن هذا من قبيلة الفلانية، والله هذا اللي حصل، والله في أشياء ما كنا نعتقد أن الناس يتصرفوا هذا التصرف. أحيانا يموت واحد بمجرد ان هو لونه كذا ربما يكون تباوس، وواحد ثاني ايضا لونه ابيض ربما يكون زوي. انت لما ترمي في اتجاه مساكن تبو، ساكنين غير تبو في الحي اللي فيه تبو، انت لما ترمي فيها تباوس في اتجاه المساكن الزويه، يعني في غير زوي ساكن في هذا الاتجاه. هذا حصل، هذه حقيقه مره. طيب سوف أعود إليك نعم سيد مالي، فقط أطلب من المخرج أن يستعمل الفيديو الذي قمنا بعرضه في الحلقة حتى يعني يكون المشاهد يعني قريب من حوارنا ومن الذي يجري في الكفرة. سيد مالي، حدثني عن قبيلتك، عن التبو، يعني ما الذي تشعر به؟ هل لديها ذاك العداء؟ هل تنتفع من تلك المصالح وبالتالي ضربت مصالحها من القبائل الأخرى ودخلت في الاشتباكات؟ ما الذي يجري بين رجال ونساء التبو ممن لربما قد لا نسمع أصواتهم كثيرا على شاشاتنا الليبية وللأسف الشديد؟ الحقيقة التبو قبيلة بسيطة وأقلية عرقية، ولكنها متأصلة عبر التاريخ في جذور هذا الوطن، ولد من رحم هذا الصحراء الكبرى. هذه القبيلة ولدت من رحم الصحراء الكبرى، وبالتالي ناس وحد بدوا كانوا يسعون وراء الرعي، رعي الماشية والإبل في الوديان وهكذا، ما كانوش يعرفوا لا حمل الهوية، بطاقة شخصية، والله سجلات كذا وهكذا. هذول الناس بسطاء، وبالتالي حتى المتعلمين من هذه القبيلة عددهم قليل جدا بالمقارنة إلى القبائل الأخرى الموجودة. وأيضا حرموا من حقوقهم المشروعة، من حقوق المواطنة، من الهوية بجهلهم. يعني لا ننكر أن التبو في الصحراء الكبرى منتشرين وموزعين بين ثلاث دول، في النيجر وفي تشاد وفي ليبيا. يعني عقيدتنا الوطنية الليبية
لا نستبدلها بعقيده وطنيه اخرى. نعم. نسمع ان الناس دائما يتهمون التبو لهم ولاء مزدوج، نيجر ليبيا، تشاد ليبيا، لا وليس الامر كذلك. نحن حتى في ايام المملكه، واعتقد كل الليبيين يعلمون ان حراس الملك او دائما امناء حتى على الشركات البتروليه لما يحطوا غفير يختاروا التبول. لماذا؟ نعم. الصدق والامانه والشجاعه. طيب. وعدم مد اليد. لكن ما موقف قضيه التبو من الذي يجري اليوم في الكفرة وبالأمس القريب، الاقتتال الدائر بين التبو بين زوية وبين قبائل أخرى وهذه الدماء التي تسقط ونتأسف عليها، ما موقف قبيلة التبو منها؟ التبو كلهم يتأسفون بما يجري بها. نحن نعلم علم اليقين الفتنة أشد من القتل، الفتنة أكبر من القتل، الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها، لا يحب الفتنة الا الفتنة لعنة ولا يحبها الا ملعون. نحن لا نحب الاقتتال ولكن احيانا نجبر على الاقتتال. طيب. وما حصل حصل من البعض وليس من الكل. العقلاء لا يكرهون ما يجري ويستنكرون ما يجري، ولكن هناك ظلم والظلم ظلمات. الدفاع عن النفس شيء مشروع. عندما يأتيك حتى أخاك إذا كان حاول أن يقتلك فلا بد أن تدافع عن نفسك. أنا أحب أن أقول لكل الليبيين، نحن ناس مسالمين، نحن ناس طيبين، نحن نحب إخواننا في الدين وفي الوطن، نريد أن نرفع الظلم عن أنفسنا. الشعور بالظلم هو الذي يولد الثورات لدى الشعوب. نحن كنا مهامشين ومحرومين من حقوقنا المشروعة في السكن، في التعليم، في التنقل، وفي التملك، وفي حتى تقلب الوظائف. وحتى شبابنا اللي صاروا لشعورهم بالإقصاء والتهميش والحرمان من حقوقهم، من حقوق المواطنة في عهد الطاغية. وبالتالي هم ما يبوا حتى بعد ما دفعوا ثمن غالي دماء ابنائهم، ثم يجدوا ان اخوانهم الثانيين اللي كانوا في الصف مع بعضهم نعم يجروا لبعض ابنائهم السلاح. فطبعا هذا شيء منكر. نحن نريد ايقاف هذا التوجه النقي، هذه النظريه الماساويه. سيد جمعة مالي تقول سيد جمعة مالي عذرا تقول تقول هو ان نحن لابد ان نقف هذا النزيف. طيب قبل ان نوقف هذا النزيف سيد مالي عذرا قبل ان نوقف هذا النزيف قبل ان نوقف هذا النزيف يجب ان نعرف من اين ياتي هذا النزيف حتى نوقفه. لا يمكن ان نوقف نزيفا لا نعرف موطن نزفه. سيد مالي تقول بان يعني في ردك على سؤالي ما موقف قابلة التبو من الاختراقات الأمنية ومن القتال الدائر بين أفراد من التبو وأفراد من قبائل أخرى، تقول بأننا يعني بأن هؤلاء يعني هذا القتال يأتي تحت إطار رد الظلم ورد الأذية. سؤالي هنا شعورك فقط دعني أسألك دعني أكمل سؤالي سيد مالي. تقول بأن هذا القتال هو رد فعل لوقع الأذى والضرر على قبيلة التبو المهمشة في الكفرة. سؤالي هنا، هل أذاكم القاضي كريم؟ هل أذاكم الشاب بغرارة؟ هل أذاكم الكدوة حتى يقتلوا في قادر فيه من رصاص تبوي؟ نعم. تقول بأن هذا القتال يأتي كرد فعل من بعض شباب التبو للظلم والتهميش والأذى الواقع عليهم في الكفرة. لذا أسألك، هل أذاكم في شيء الكدوة؟ هل أذاكم القاضي كريم في شيء؟ الشاب بغرار الذي نزل في منتصف الطريق بالقرب من قادر في وساعد رجل كانت سيارته يعني معطوبة، هل أذاكم في شيء حتى يقتل من شباب التبو؟ لا لا، بشأن لما حصل اختلط الحابل بالنابل. لو واحد يكون في موقع عمل ولا حاجة كذا ويجي واحد يمر وهو خايف
وكل واحد يتخلص الآخر. ماذا تتوقع أنت بشأن واقعة الواقع اللي بتقول عليه بعض الوقائع؟ ليس لدي أنا شخصيا ما أقوله، لأن الحديث بدون علم بدون يقين من السدع، ولأن الله سبحانه وتعالى يحاسبنا إذا كان قلنا شيء ما هو صحيح في محله. يعني مثلا أنت جلت في بعض الأمثلة، يعني مثلا الشيخ عبد الحميد الشيخ الفاضل عبد الحميد القدوة، نعم جميل وصديق من المصلحين، قبل وفاته كنت أنا معه في موضوع مصارحة بين اثنين، واحد من طب واحد من أخوة مزوية، واحد من أخوة طب واحد من أخوة مزوية. أنا لما سمعت وفاتي انزعجت كثيرا، وهل أنا أرغب؟ يعني هل ترى أنت مثلا نحن كعقلاء نتعب الناس في هذا الاتجاه؟ لا لا يا سيد مالي. لا. يا سيد مالي دعني أسألك بشكل مباشر. الشباب الثقافة الناس اللي هي كذا، مثلا واحد يقول لك قاعد يكتب على وين يكتب عليهم، فتقول لما واحد لا يخاف في حصل في حتى حالة نفسية راهم في الكفرة يرد ناس. لا عذرا سيد مالي، عذرا دعني سيد مالي، عذرا لا يجب أن نقول الشباب وكأن يعني الشباب يفعلوا هكذا ويجب أن نغض الطرف. لا يجب أن نقف، يعني هناك يعني ناس تموت. يعني صديقك كما ذكرت عبد الحميد القدوة، هذا سؤال يعني أسألك إياه وأشهد الله على جوابك، من يتحمل مقتل هذا الرجل؟ من يحمل في عنقه دماء هذا الرجل عبد الحميد القدوة وكل الآخرين الذين قتلوا هكذا، لم يقتلوا في اشتباك متبادل وإنما قتلوا ضحايا، من يتحمل دماءهم أمام الله؟ نعم، عبد الحميد القدوة صديقك كما ذكرت، من يتحمل دمه؟ من في عنقه دم هذا الرجل أمام الله؟ مرتكب الجريمة. والذي ارتكب الجريمة أخرى. ألا تعرفه؟ يجب في الحقيقة يجب أن نعيها نحن وفق شرعنا الحكيم، ولا تزر وازرة أخرى وزرة أخرى. نحن منعقد جريمة الشخص شخص آخر، ولا يؤخذ جار بجرم جاره، ولا تجري وزرة أخرى. يعني واحد قتل نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها هذا الكلام توجهه لمن؟ جميعا. هذا الكلام العزيز يقول لنا هكذا. طيب، وأيضا نحن العملية التعصب القبلي النقيض الأعمى، هذا راهو ظلنا وهذا راهو شلنا لمتاهات. طيب سيد مالي سوف أعود إليك، دعني أخذ معنا العميد رمضان البرعصي الحاكم العسكري لمناطق الجنوب. سيادة العميد أرحب بك في ليبيا لكل الأحرار من حصاد الأسبوع، عذرا أطلت عليك، كنت أريد يعني أن أبسط يعني فصحى في هذه الحلقة من خلال السيد مالي عضو لجنة أزمة الكفر عن التبو، كنت آمل أن يكون معي أحد من الزوية حتى تكون يعني هذه الفصحى متوازنة من طرفين، لكن للأسف خذلني يعني السيد محمد شقلوف الذي حتى هذه اللحظة نتصل به وهاتفه مقفل، أرجو ألا يكون قد مر على قادر في عموما. سيادة العميد أهلا وسهلا، أريد رأيا محايدا لو سمحت، ما الذي يجري في الكفرة حسب وجهة نظرك كحاكم عسكري وأنت الآن تحدثني من هناك، ما الذي رأيته؟ حدثني عن الأطراف التي قابلتها وبما أخبروك، بما تطلع الناس على أحداث الكفرة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكرك على المقدمة الجميلة اللي فعلا كانت في الصميم فعلا يعني، وأحب أن أنقل أجمل تحية للرجال المرابطين اللي قاعدين في وسط الرصاص، واللي جو من مناطق من درنا والبيضة وبنغازي، وقاعدين في العراء في الخيام، ولم يحترموا من شباب الكفرة. فاليوم التطلبية وأزينوا من أحد الناس المسؤولين اللي في اللجنة الأمنية في الكفرة إهانات ما تمكنوش من يقولوا لي حتى الكلمات اللي حصلت وشتى. وكذلك
حتى دورات المياه ما عندهم، وقفل عليهم الجامع. وفي اللحظة، في نفس اللحظة، أشكر الناس اللي فتحت أبوابها لهم وقدمت لهم محلاتهم اللي يسكنوا فيها من يحموا أنفسهم من البرد، ومن قدم لهم شقة فلهم مني أجمل تحية. نعود لسؤالك، أنا انتقلت أمس للكفرة وقبلت أعيان من الزوية وابن التبو وثوار التبو وثوار الزوية. نعم. الناس بصورة عامة جميع الأطراف يسمعوا كلام فعلا جميل، أن الناس تبي الوفاء وتبي العيشة معا. الدليل قالوا لي نفس الكلام اللي قال السيد مالي منه له مني تحية، فقالوا إحنا قتلنا معا ونبوا نعيشوا معا. نعم. ولكن هناك بعض المطالب، لكن هذا الأمر يبدو أنه غير كافي. يعني هذه النية في العيش معا وفي الوفاق والوئام يبدو أنه غير كافي، حتى لأن الأمر يقضي إلى اشتباكات كل مرة. عدم جدية الناس في القبائل والشيوخ، يعني أمس كل واحد يناقش فيه كأنه عدو الآخر. يعني في بداية الحديث كل واحد عنده مطالب ضد الآخر، فهمتني؟ ولكن هم في نهاية الأمر يبوا العيش مع بعض ويحكوا أن نحن أنساب ونحن كذا ونحن كذا، ولكن الجدية عندهم ضعيفة. طيب احكي لي على المطالب يا حضرة العميد، يعني نعم. يعني نريد أن نفهم، لا تنسى ولا مطلب واحد لو سمحت حضرة العميد، نريد ما الذي يقوله التبو من مطالب وما الذي يقوله الزوية من مطالب. الزوية المطلب متاعهم يقولوا إن فيه ناس غير تبو حقيقيين، وهذول الموجودين في حي عشوائي داخل الكفرة، وفعلا هذا الحي كل المشاكل من الحي هذا، يعني هو حي قدر فيه متجانسين ولا توجد فيه مشاكل، لكن اللي هو حي قدر في يا سيادة العميد تقصد حي قدر في الحي العشوائي اللي يقولوا زوي نعم. ان فيه ناس مشلبين، هو اغلبية المشاكل تطلع من هذا الحي. عموما هو نفس الحي اللي احنا نشوفه فيه في الصورة الان. طيب اكمل لو سمحت. نعم. فقط كنت اشير انه هو نفس الحي اللي نشوفه فيه نحن الان الحي. يعني في الصورة. طيب اكمل لو سمحت. هذا الحي يحتاج الى دراسة، وفيه اجراءات من قبل من ايام الحكومة المؤقتة السابقة، في أن فيه طلعت على مراسلات أن فيه إجراء في هذا الحي وإجراء في هذا البلد، ولكن يحتاج إلى وقت. يعني هاي الكلام ما تحت الرصاص وتحت القتل وتحت يصير. هذا مطلب الدرجة الأولى، مطلب الزوي. مطلب التبو هو فك الحصار عليهم، مثلا شد الحصار عليهم. في بوابات موجودة تحت زوي، وطالبين أن هذه البوابة تبعد تحت الجيش الوطني. نفس الشيء شاعرين ببعض من التهميش من قبل المجلس المحلي، وهذا فعلا أراه أحد الأسباب. وأنصح كل مسؤول يجب أن كيف عندما يمسك مسؤولية أن يتبى وطني ويتبى مؤمن ويتبى عنده كفاءة، لا ينظر طالما هو مسؤول، لا ينظر لقبيلته، ينظر لكل الناس سواسية، يعملهم معاملة سواسية، يوزع الميزانية على جميع المناطق بدون تحيز. هذا مطالب التبو، يعني انهم يقولوا احنا مهمشين ولم تصرف لنا اي مزايا في الفترة الماضية. هذا المطلب عذرا سيد العميد، عذرا عندما يقول التبو يعني حسب مطالبهم التي يتحدث بها معك، حينما يقولون يعني نعاني من التهميش، أريد أن أفهم هذه الجملة، هل يعانون من التهميش من باقي القبائل في الكفرة، أم أنهم يتحدثون عن تهميش الكفرة بمن فيها من قبائل من قبل الدولة، أم تهميش مثلا يعني من، لا أفهم، يعني أريد أن أعرف هم يشكون التهميش من باقي القبائل، ممن يعني يستلمون مهام وصفات داخل الكفرة من القبائل الأخرى ويهمشونهم، أم ماذا؟ لا، المسؤول اللي هو المجلس المحلي لم يكون متوازي في صرف الميزانية بين الأحياء،
يعني مفروض يراعي هذه المشكله، يعني يا اخي التبو لا يوجد فيها على كوشه، ما يوجد فيها محطه تنزيل، المصارف نفس الشيء مش موزعه بتوزيع عادل. يعني المفروض هو يراعي هالامور هذه في عمليه توزيع الميزانيه في المشاريع. يعني هذه ابرز المشاكل، يعني 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 كل ما يجري في الكفرة حسب كلامك سيد العميد، يعني كل ما يجري في الكفرة منذ حوالي سنة من قتال وسقوط ضحايا مسلحين من الطرفين وحتى أبرياء، فقط لأن التبو يعانوا من التهميش من باقي القبائل ممن يستلم بعض أفرادها مهام رسمية في الكفرة، وفي المقابل القبائل الأخرى تقول بأن هناك تابو غير ليبيين، يعني كل هذا القتال بسبب هذين المطلبين؟ لا لا لا، في اشياء زي ما قال لك السيد مالي فقط بدري، المصالح هذه حتى هي موجوده، المصالح انت عارف المنطقه التهريب، ونفس الشيء مشاكل الشباب اللي هم يتناوشوا مخدرات، حتى هذه من احد الاسباب، احتمال يكون في شيء مخفي علينا غير واضح، هو اللي يأجج في هذه المشاكل بين القبيلتين. يعني في عده امور يعني، ولكن هذا المطلب انت سالتني عن طيب. المطالب اللي امس سمعته من الطرفين. طيب قبل المشكله طيب. حتى انت عارف حتى تاثير العهد الماضي في التأجيج بين القبائل مأثر غادي موجود يعني. طيب سوف اعود اليك حضرة العميد، خليك معي لو سمحت. اعود للسيد جمعه مالي من اعيان التبو وعضو في لجنه ازمه الكفره، ما رايك فيما قاله الحاكم العسكري لمناطق الجنوب سيد مالي حينما قال يعني بان فعل مطلب التبو ما يؤجج هذه المشاكل بينهم وبين باقي القبائل هو شعورهم بالتهميش، انت اشرت الى هذه النقطه سيد مالي، لكن أيعقل يعني أين هو المجلس المحلي للكفرة؟ ألا يوجد به أعضاء كثر؟ ألا يوجد من بين هؤلاء الأعضاء تبو؟ لا يوجد. أسمح لي أن أضيف في النقاط، نحن طرقنا كل الأبواب سواء عند رئيس المؤتمر رئيس الوزراء، الأمور هذه كلها واضحة أمامهم، لكن الكفرة طال استغاثتها، تستغيث باستمرار منذ سنة وبضعة أشهر فلا نضيف للكفرة، وهي تعاني غياب الدولة والأمن والأمان والاستقرار. سيد مالي وزوجها دخلت في سنتها الثانية وهي تحصد الأرواح وتخلف الخراب والدمار والحرق والفساد. سيد مالي عذرا، سيد مالي طبعا اريد ان افهم، وإشاعة الجهل والفقر والمرض والتخلف بالمجتمع. نعم سيد مالي عذرا لان الوقت اصبح قصير في الحلقه. يا سيد مالي سامحني ارجوك لان الوقت قصير وانا اريد ان امر على نقاط كثيره، فقط حتى نفهم جزئيه مجلس الكفرة المحلي، لاني حتى في نشره سابقه عبر هذه الشاشه ليبيا الاحرار استضافت احد من اعيان التبو وصف مجلس الكفرة المحلي بالمجلس القبلي، الان فهمت معنى الكلام رغم اني سالته وقتها ولم يجبني. ايعقل ان هذا المجلس لا يوجد فيه ولا تبوي واحد؟ كيف حصل ذلك؟ مدارسنا مدمره واولادنا بدون دراسه، وجامعاتنا مقفله، مساكننا دمرت، جامعاتكم مقفله. سيد مالي عندما تقول جامعاتنا مقفله هي الكفره هيك كبرها، كيف يعني هل لديكم انتم جامعات والبقيه لديهم جامعات اخرى؟ يا سيد مالي عذرا، اذا كان اردت ان نقول لك الاسباب يعني في تهميش في اقصاء في حرمان الكفره، السكان جل السكان من قبيله الزويه بعد المواقع الخدمية يد أخرى من الزوية، هذه حقيقة لا يمكنها أحد. نحن لا يوجد في المجلس المحلي أي تباوي أي تباوي. طيب سيد مالي نحن خارج. أشار زوية سيد مالي عذرا سيد مالي يعني الكثيرون من الزوية يقولون بأن هناك يعني تبويين غير ليبيين دخلوا إلى الكفرة وسكنوا فيها ولا يريدون أن يخرجوا، وهناك الكثير منهم من هؤلاء غير الليبيين من التبو هم من يؤجج يعني هذه الفتنة. سؤالي إليك بشكل مباشر وأرجو أن تكون إجابتك واضحة لو سمحت، ما موقف التبو الليبيين
من التبو غير الليبيين الذين إما يحملوا أوراق مزورة أو لا يحملوها من الأساس وهم موجودون بينكم، ما موقفكم منهم؟ ما يجيش الأماكن العامة، لأن يجي غير لابد أن يصير في الاشتباك. يعلم أنا بوش دم الكبرى بسين بعد الأعداد اللي قلتها لك. أي إنسان عنده ذرة من العقل لا يقبل الاقتتال، لا يقبل الاقتتال. لم أفهم جوابك. يجب أن نصنع الحياة ولا نصنع الموت. سيد مالي، سيد مالي جواب، لم أسمع جوابك جيدا. سألتك عن تبو غير ليبيين يحملون أوراق مزورة أو لا يحملونها من الأساس، دخلوا ليبيا وسكنوا بينكم في الكفرة في مناطق بعينها من الكفرة نفسها، أهذا حصل وما موقفكم من هؤلاء؟ قاتل. نعم؟ لا أعتقد. لا تعتقد ماذا؟ نحن نريد حقوق مشروعة، نحن نريد توافق اجتماعي بين كل شرائح. يا سيدي لم يكن هذا سؤالي عذرا. سيد لابد أن يكون هناك ميثاق شرف لساكن الكفرة وليس بقبيلة التبو أو الدوية أو بين التبو والدوية، ولكن جميع من سكن الكفرة له حق المواطنة وله حق من حقوق المشروع لكل مواطن في ليبيا. لكن الكفرة يا سيدي، سيد مالي عذرا، سيد مالي، سيد مالي عذرا، سيد مالي، سيد مالي، سيد مالي عذرا، قد أتفهم أنا ويتفهم الزوية ويتفهم كل المشاهدين من المواطنين الليبيين يتفهمون أن قبيلة التبو يعني هي قبيلة تعيش في الصحراء كما ذكرت ومنتشرة ما بين ليبيا ودول أخرى مشتركة على الحدود الجنوب شرقية، نتفهم ذلك. لكن الكفرة سيدي التي تحدثت عن أمجادها وعن جمالها وعن لحمتها التي تجمعكم، هذه الواحة تقع في ليبيا ضمن حدود ليبية لا يعيش فيها إلا الليبيون سواء كانوا تبو أو زوية أو من أي قبيلة أخرى، لكنهم يحملون جنسية ليبية. يعني لا نبرر أبدا أن يدخل وإن كانوا تبو، قد يعني تكون لديهم علاقة الأخوال والأعمام مع تبو الكفرة الحقيقيين. نحن لا نتفهم ولا نبرر أبدا أن يدخل هؤلاء من تشاد مثلا أو من أي دولة أخرى مجاورة ويسكنوا مع التبويين الحقيقيين الليبيين. هل هذا مبرر؟ هل تبرر ذلك؟ اسمع، أنا لن أقول لك باي من نيجر يجي يسكن في ليبيا وياخذ الجنسية الليبية، ولا تباوي من تشاد ويحمل هوية تشادية جنسية تشادية ويأتي إلى ليبيا ويسكن في ليبيا. لكن من حق أي مواطن في أي دولة من الدول وفق الأعراف القانونية والمعاهدات والمواثيق أن يتنقل هنا وهناك وفق الشرائع المتعارف عليها. هذا لا يمنع لا عذرا عذرا سيد مالي عذرا سيد مالي عذرا ليبيا لديها سلطات انتقالية، لديها حكومة يرأسها علي زيدان، هذا الرجل حكومته فرضت تأشيرة على غير الليبيين ممن يريدون الدخول إلى ليبيا. يعني هذا هو المعروف، هذا هو الذي يجب أن يتبع، أن يدخل تبويين وإن كانوا تبويين من غير الليبيين أن يدخلوا من الحدود خلصة ويسكنوا في الكفرة، يجب أن يدخلوا بتأشيرة يا سيدي، هناك حكومة فرضت ذلك، لا نبرر أبدا ذلك، يجب أن نحترم الحكومة. ومن ما يحترمش الحكومة؟ ما قال لك نحن ما نحترمش الحكومة. أنت تبرر لي الآن دخول الناس، يعني تقول لي المواطنة، تتحدث عن المواطنة ومن حق الناس أن يدخلوا عبر الحدود ويسكنوا في ليبيا. وتعتقد أن نحن شعارين بأن الحكومة من حكومتنا؟ لا أنا لم أقل ذلك. من خلال دولة ولا شرائع الدولة؟ أبدا. طيب إن كنتم تحترمون الحكومة سيدي، سيد مالي، إن كنتم تحترمون الحكومة لماذا لا تدعون رجال الجيش يدخلوا في مناطق يعني يسكنها التبو كحي الشورى وقادر فيه؟ لماذا لا تسمح لرجال الجيش الوطني الليبي أن يعني ينصبوا بوابات ويحرسوكم في قادر فيه والشورى؟ لماذا تمنعونهم من ذلك وتطلقون النار عليهم كما يقول البعض من أهالي الكفرة؟ هذا ما يقوله الناس. كيف تفسر هذا؟ كيف وصلت هذه المعلومة؟ كيف نمنع نحن هو حاليا اليوم كان يتعرف معنا في الحي؟ أثناء الاقتتال بين الحوت بفعل الشيطان اللعين اللي خلاهم يقاتل بعضهم، طبعا
في قتل اشياء غريبه حصلت. واحد يقتل بالاخر على الموت. واحد خايف مرات يخش واحد يتستر بلباس الاخرين او بسيارات الاخرين وممكن يبيد مجموعه. طيب سيد مالي سوف اعود اليك، لا اريد ان اختم الحلقه الا بك. سيد مالي سيد مالي خليك معي لو سمحت. سيد مالي سيد مالي سيد مالي عود لنا يا اخوتنا اللي جايين من سواء كان من الشرق ولا من الغرب احبائنا اللي جايين لاجل واجب. طيب سيد مالي نقدر جهدهم. سيد جمعه مالي عذرا سيد جمعه مالي سيد جمعه مالي سوف اعود اليك. شباب خليكم حريصين يعني الاتصال نبيه لعند نهايه الحلقه ارجوكم. سيد جمعه مالي خليك معي لا اريد ان اختم الا بك، اثق كثيرا في رجاحه عقلك، لكن فقط يعني اريد ان اسال سؤال اخير قبل ان ننهي الحلقه للسيد الحاكم العسكري العميد رمضان البرعصي لمناطق الجنوب. سيد البرعصي فقط يعني حتى اتاكد من هذه المعلومه، هل رجال الجيش الوطني كل الكتائب المنضويه تحت الجيش وتعمل في منطقة الكفرة وأنت وجهت لهم التحية، هل يستطيعون الدخول إلى كل المناطق والأحياء في الكفرة؟ هل يستطيعون الدخول إلى مناطق بعينها يسكنها قبيلة تسكنها قبيلة التابو كالشورى وقادرفي؟ هل تستطيعون ذلك أم أنكم لا تستطيعون؟ الرجال لا يستطيعون الدخول إلى تلك المناطق؟ لم تصل إلي هذا الموضوع، يعني لم يخبرني المعاون بتاعي موجود في الكفرة أنه ما يقدرش يدخل أي مكان. يعني رجال الجيش الوطني هل لديهم هل لديهم بوابات حراسه وتفتيش في قادرفي والشورى؟ لا. طيب الجواب واضح تمام بين القبيلتين. يعني في شارع ايضا سيات فمتواجدين داخل هذه الشوارع يعني للحجز بين الطرفين. طيب حضره العميد بكلمه سريعه لو سمحت، هل تستطيع ان تنهي ما يجري في الكفره؟ لو حصلت اولا صدق نيه من الطرفين وخاصه من شيوخ القبائل ومن الثوار الغادي انهم فعلا ناس وطنيين وناس يخافوا الله سبحانه وتعالى وانهم يبغوا يعيشوا بسلام، فالامر ساهل. نعم صدق النيه اذا هو مطلوب. شكرا لك حضره العميد دهمنا الوقت. رمضان البرعصي الحاكم العسكري في الجنوب، فعلا ان صدقت النيه وخلصت لربما حلت المشكله من امد بعيد. اختم معك كما وعدت سيد جمعه مالي عضو لجنه ازمه الكفره عن اعيان التبو، فقط سؤالين، سؤال وهو كلمه اتركها لك تختم بها. سؤالي يعني عن المدعو عيسى عبد المجيد، ما موقف التبو منه؟ هذا الرجل قبل سنوات كان يدعو الى اقامه دوله تبويه في الجنوب، ويعني هذه الفيديوهات التي قمنا بعرضها في أول الحلقة ورصدت خلال الثورة تم القبض على يعني مرتزقة شاديين بأنفسهم قالوا نحن نعمل تحت يعني إمرة عيسى عبد المجيد. ما موقف التبويين من عيسى عبد المجيد؟ هل هو أميركم قائدكم؟ ما موقفكم منه سيد مالك؟ أعتقد هذا الكلام حول عيسى كثر الكلام حول عيسى. عيسى قد أجاب ما فيه الكفاية أعتقد. عيسى قال أنا لم أطمح أو لم أقرر بإنشاء دولة داخل دولة ليبيا، هذا الكلام قال عيسى. وأعتقد أن نحن كتبوا مثل لدينا عقيدة تقسيم ليبيا أو تجزئة ليبيا. وعد التراب الليبي خط أحمر. هل يمثلكم عيسى عبد المجيد سيد مالي؟ سيد مالي عذرا سيد مالي سيد مالي هل يمثلكم عيسى عبد المجيد؟ هل يعني الرجل يعني كان يحضر التشاديين، يعني وثائقهم كانت واضحه وتعرض على الشاشه، هذا الرجل كان يحضر التشاديين ويقومون باعمال قتل داخل الكفره او حتى في الجنوب لا اعلم، لكن الفيديوهات يعني لا تكذب وهؤلاء الناس لا يكذب. اسمعني انتم اصحاب القنوات الفضائيه، أنا نبي الإعلام يكون مهني ويكون دقيق في كل ما ينقله. نتحرى الدقة ونسألك سيد مالي. سيد مالي عذرا نتحرى الدقة ولهذا نسألك سيد مالي. نحن الإعلام يتكلم بتجرب، أنا أي كلام يقال ما نقدرش نصدقه. أنا ما نقدر نقول لك الكلام هذا صح إلا إذا كان يقينا عندي فعلا هذا كلام حقيقة وصح. طيب كلمة واحدة لحقن الدماء سيد مالي، انتهى الوقت سيد مالي، كلمة واحدة لحقن الدماء.
والانسان قد يخطئ ويصيب، ولكن ما تقدرش تقول اخطا الا اذا اتفقت عليه بادله قطعيه. طيب بكلمه واحده عندك براهين؟ سيد مالي بكلمه واحده حقنا لدماء كل الناس الذين يتابعون هذه الشاشه في الكفرة، ماذا تقول بكلمه واحده لو سمحت؟ طبعا يكون في ادله اخطاء تبررنا وتقدمها نقول هذا اخطا، ولكن صناعه قالوا عنا ويريدوا هكذا، لا هو الاثبات على 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 هذه الاشياء اللي بيقال تقال. اذا كان في اخطاء ارتكبها فهمت لها اخطاء ولازم يحاسب اذا كان عنده اخطاء، انا محاسب اذا كان عندي اخطاء، انت تحاسب اذا كان عندك اخطاء. الأخطاء تحدث سيد مالي، عذرا سيد مالي دهمنا الوقت، الأخطاء تحدث ولكن يجب أن تخلص النية والتي تحدث عنها الحاكم العسكري لمناطق الجنوب العميد رمضان البرعصي. إن خلصت النية منكم ومن كل القبائل في الكفرة لأصبحت الكفرة واحة غناء كما تحدثت عنها في أول هذه الحلقة. أشكرك جزيلا جمعة مالي، عضو في لجنة أزمة الكفرة عن قبيلة التبو. محمد شقلوف لم تكن معنا رغم أنك أكدت ذلك، العميد رمضان البرعصي الحاكم العسكري لمناطق الجنوب، أعتذر من الدكتور علي البحباح رئيس لجنة الأزمة بالكفرة، يعني كنا نريد أن تكون معنا أيضا مرعي العوامي، هو رئيس بعثة إنسانية تشرف على وقف إطلاق النار وتدعم الكفرة إنسانيا، كنت أريد أن أستمع إلى شهادتك، لربما يعني هذا الموضوع هو طويل جدا، قد نستضيفكم في حلقات مقبلة. دكتور غيث الفاخري اعتذر منا تحت الهواء لأنه لم يتابع الحلقة من البداية، كنت أريد أن يكون معنا حتى يوجه خطاب ديني، عظة دينية حتى يتفكر الناس قليلا قبل أن يطلقوا النار على بعضهم البعض. انتهى الحصاد، أرجو أن تنتهي الدماء وأن يوقف سفكها في أمان الله.